السلام عليكم متابعيني الأعزاء، نصيحة جديدة من كل يوم جديد مع آلاء. عندي ليكي شوية نصايح عايزاك تخلي بالك منها وانت بتفرشي مطبخك. تابعي معايا الفيديو ودوسي لي لايك، ولو أول مرة تشوفيني اشتركي في قناتي وفعلي الجرس. أول حاجة عايزاك تخلي بالك منها انك ما تحطيش التلاجة جنب البوتاجاز، هيأثر على التلاجة في تجميدها. وخلي بالك كمان ان التلاجة او اي جهاز كهربائي ما تحطيهوش مباشرة جنب الحيطة، خلي بينه وبين الحيطة مسافة عشان خاطر ما يأثرش عليه وما يخليش الجهاز يسخن بسرعة. خلي بالك كمان وانتي بتفرشي المطبخ بتاعك ان التلاجة والديب فريزر ما ينفعش يبقوا محطوطين في نفس الفيشة بتاعت الكهرباء، عشان امبير بتاعهم بيبقى عالي فهيحصل لا قدر الله مشاكل في الكهرباء. فخلي بالك، وخلي بالك كمان برضو ان التلاجة والديب فريزر ما ينفعش يتركنوا فترات طويلة من غير ما يشتغلوا، هيأثر على الموتور بعد كده. وما تنسيش كمان تدوسي لي لايك وكومنت لطيف منك، لو اول مرة تشوفيني اشتركي في القناة وفعلي الجرس. أتمنى يكون الفيديو أنا لإعجابكم، وشكرا لمشاهدة الفيديو، شكرا لمتابعة القناة. ودي تشكيلة مطابخ، أتمنى إن هي تكون عجبتكم عشان تفيدكم وانتي بتجهزي مطبخك، لو عروسة لسه هتعملي المطبخ، ولو بتفرشي فدي أفكار لفرش المطبخ. شكرا ليكي، اتمنى ان الفيديو يكون عجبك. اسيبكم تكملوا الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.